بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد ما اعتبك يلا فايلسنيه يلي نبي عليه الصلاة والسلام نغيتنا صلاتك نغينا لكالت ننكاه السرنا يقمدلو السره سأسره نميما ماذا تفعل الحائض ليلة القدر ما ينقلع بل التنه تنسينمو ليلة القدر برا محابتا يا هاي علمتك القحسمي يمعتو بقيو الحمد لله نهرك فايل يلا دبعته تهق مدلو الحائض تفعل جميع العبادات إلا الصلاة والصيام والطواف بالكعبة والاعتكاف في المسجد ما ينقلع بل التنه تنسينمو يلي تيت الهي يعني عبادو دي كي دد هيت من كهبتها إلا أبو ايتما صلت مبتاي صوم كادو مبتاي كعبات كادو طواف مبتاي مسجد الاعتكافها مقحتاي طهوك لعبادو ديكي دعاه تما أبتها هي نهي. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يلي فرمو يتقد بعتمي أنه كان يحيي الليل في العشر الأواخر من رمضان رمضانك اللي حبت بنا ننكيه ينبرا نوك دينك نواسك عبادت من نوسك دينك ينهي هي أن انتميته. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يلي فرموتينه انت إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله يلي فرموتي إلا حبت برمضان حلها وعدي عشر الأواخر توا معتو بكوين ندن ننيه حلها وعدي سردقها كيني بمعنى عبادة الكل سبها كيني عبادك الحاجة دي تيدر رحبة كيني وأحيا ليله برنكي من نوسا كينه وأيقظ أهله إسي برهن انتنكي هجوسا كينه كاي برهن انتكي غربا ما انقلع بلتنين بحتهم ميا تكينك حبا كينه أنا ماما تنيا إنكيه كينه هجوسا كينه أيقظ أهله يوعدي شامل توكلي معتو بكيو نبي عليه الصلاة والسلام برنكي من نوسا كينه إحياء الليل يانه نمي ليس خاصا بالصلاة دوبك صلاة تهن من نوسا نمبراي بل يشمل جميع الطاعات إن كيتا عبادو دي يلك حنا هاي يلتي لدى يوان إيانا كيت دي حلتاه. وبهذا فسره العلماء تم تفسير بتم علماء. قال الحافظ ابن حجر يما وأحيا ليله يانه نمي أي سهره سهره بالطاعة عبادتا دين وياكيني عبادتا دين دوابكيني. وقال النووي أي استغرقه بالسهر في الصلاة وغير صلاة إن كي ينبر صلاة تروبك يعني صلاة كي صلاة كره تنميته ينهي. وقال في عون المعبود أي بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن صلاة أي ذكري قرآن كراتتي روبك ينه. وصلاة الليل معتو وهو برتي الصلاة يانه ننمي أفضل ما يقوم به العبد من العبادات في ليلة القدر ليلة القدر برايا اللي نعوسا أباه تحت عبادة إن كي معهم ما يسكر عتما برا صلاة تروبانما. ولذلك توقلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يلي نبي إيمي من قام ليلة القدر ليلة القدر برسوله النمو إيمانا يلي يلما دعي أرحك يلا بيمي أرحك اللي منه واحتسابا أي طلبا للثواب من الله جل وعلا أبهن عباد القلطية لك عن بالتك سولك تككي غفر له ما تقدم من ذنبه توه براك دملا أبسكي هن زنبتي توب فرد زنبك توب تاتوك لزنبي يلا حبها. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عتبك. ولما كانت الحائض أما من قلع بلتنبرا ممنوع من الصلاة سلتتك وسل لهنك لي فإنه يمكنها إحياء الليل بطاعات أخرى غير الصلاة صلاة كله تنيمي بسبر الدم النساه سبر يلا تلديو تهيتك منقه سلتتك وسلمي كقراءة القرآن قرآن تخريكاتككي معناه قرآن تخريكاتككي عبر الحائل قرآن تخريكي حتى قرآن حائل سنم تخريه انت علمتنه قرآن تخريكي أليله تلكي وكذا كله كادو ذكر بتكي من تسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وما أشبه ذلك تنهتني من تكا تككي ممرحوحة فتكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله بحمده وسبحان الله العظيم تنهتني انت مجي كله كادو الاستغفار فتكثر من قول استغفر الله كله كادو دعاء دعاتي مجي كاتككي يلا السرع الدنيا خيرك أخيرا خير يلا سرتك تككي فإن الدعاء من أفضل العبادات دعاء بانهي نمي إنكي تيس عباداي حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم دي حي نبي عليه السلام دعاء قدانك تكيمك الدعاء هو العبادة يا نبي عليه الصلاة والسلام تن لا يمعتو بكيو ما ينقلع بل التنيثا سينمو سلا تبو عتامها غير عبادة وديبته يتيتك منقوه التي لديو تحت عبادة بول كي ألفتتك تكيه
نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يتقبل الله منا صالح الأعمال، والله أعلى وأعلم.